السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. خلينا بس نشيل البتاعة دي كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. النهاردة معايا جهاز ايباد اير 1، مشكلته انه الجهاز داخل دي اف يو مود. اول لما بنيجي نعمل له سوفت وير بيعمل ايه يا محمود؟ الجهاز لما بنعمل له سوفت وير بيعمل ريستارت وبيدخل تاني دي اف يو مود. فرفعنا الناند، شبلنا الناند ونزلناها، نفس الموضوع بالظبط. فرفعنا الناند تاني مرة وشيكنا تحت الناند، لقينا 3 او 4 ممانعات مش موجودين، والممانعات دي متصلة مباشرة بالسي بي يو. فلازم نرفع السي بي يو، نعمل له ريبولينج، اعادة تكوير لكرات القصدير، ونرجعه تاني علشان الخطوط دي اللي هي ما بين الناند وما بين السي بي يو تقدر يبقى في ما بينها كونكشن، ويقدر السي بي يو يتواصل ويتكلم ويقرا الناند. فيلا بينا نشوف.
وبكل أسف الخطوط مقطوعة من البورد نفسها، مفيش أي اتصال ما بين النقط تحت الناند وما بين النقط اللي تحت السي بي يو. 1 2 3 4 5 6 7 8 مفيش أي اتصال. آدي أول نقطة، وبعدين في 1 2 3 4 5 6 7 النقطة دي كمان، النقطة دي كمان مش متصلة مع أختها في الناند. مفيش المالتيميتر عطيني OL، المفروض ان النقط دي تديني أصفار ان في اتصال ما بينها وما بين النقطة تحت السي بي يو. فالقطع اللي حاصل هنا تحت البوردة نفسها، مش تحت، جوه البوردة، جوه طبقات البوردة نفسها، عشان كده السي بي يو ما كانش قادر يقرأ الناند. في 4 مسارات أو 5، مش فاكر، 4 أو 5 فيهم مشكلة، مقطوعين جوه البوردة. فصراحة يعني الجهاز ما يستاهلش أبدا عمل جامبرز من النقط تحت الناند للنقط تحت السي بي يو، لأن الجهاز أصلا كله يعني سعره رخيص. مضطر إني أرفض الجهاز، بس أنا حبيت إن أنا أعمل فيديو عشان الناس بقالها فترة بتقولي يا أيمن أنت بطلت تعمل فيديوهات صيانة. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واستمتعتوا بيه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.